بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم عن بدائل موقع OpenAI الشات جي بي تي اللي يعني مجنن الناس، والناس كلها بتتكلم عنه الايام اللي فاتت ديت. فالموقع ده فعلا عموما والذكاء الاصطناعي عموما عامل طفره كبيره جدا، والناس كتير بتتكلم عن تخوفها من الذكاء الاصطناعي يحل مكان الانسان، وانا ضد الكلام ده بصراحه. يعني لا، انا الذكاء الاصطناعي بيساعد الانسان وبيبقى اداه لسهوله الاستخدام او لسهوله الوصول للاهداف في العمل وغيرها وغير يعني وغيرها من الاستخدامات، لكن الذكاء الاصطناعي عمره ما يحل مكان الانسان. تمام، فالنهارده هنتكلم عن بدائل الشات جي بي تي اللي هو تبع موقع اوبن اي اي. لا، احنا عندنا بدائل لموقع اوبن اي اي، وبيقدم شات جي بي تي وبيقدم لك نفس الاستخدامات ونفس الكلام. فطبعا احنا عارفين الاوبن اي اي محظور على بلاد معينه وبالخصوص يعني البلاد العربيه، فلا احنا عندنا في مواقع تانية هنشرحها النهارده بديله ومتاحه لجميع دول العالم. فلا يعني النهارده هنشرح المواقع ديت وهتستفادوا بيها، ومش هنقف على موقع اوبن اي اي خالص. تمام، وبرضو اوبن اي اي ممكن يعني برضو ان احنا نعمل فيه تسجيل بكل سهوله باذن الله، مجرد ان انت بس بتجيب رقم لبلد من البلاد المش محظوره وتسجل بيه وتاخد الفيريفاي علشان تقدر تسجل، وده هنشرحه في فيديو تاني. لكن النهارده هنتكلم عن بدائل الشات جي بي تي او الاوبن اي اي، فالشرح هيعجبكم باذن الله. يلا قبل ما نخش على الشرح عشان ما اطولش عليكم، طبعا ما تنساش تشترك في القناه وفعل زر الجرس ودوس لايك علشان يوصل لاكبر عدد ممكن ويستفاد. لاحظت كتير يا جماعه ان في ناس متفاعله مع الفيديو، ومن احصاءات اليوتيوب بتدخل على الفيديوهات ويعني بتقعد من اول فيديو لاخره، والحمد لله يعني دوت بياكد ان الناس بتستفاد. وممكن بيكونوا بينسوا يشتركوا في القناه، لان الاشتراك في القناه دوت يعني اقل حاجه بتحفز صانع المحتوى، فاكون شاكر ليكم علشان برضو يوصل لكم الكل جديد من الفيديوهات. يلا بينا على الشرح عشان ما اطولش عليكم، يلا بينا. اول موقع معانا النهارده موقع، طبعا هنتكلم عن شات جي بي تي من موقع شات سونيك. يعني شات سونيك هو لايك شات جي بي تي. طيب احنا النهارده هنتكلم عن اداه شات جي بي تي اللي هي اداه من ضمن الادوات الخاصه بموقع الموقع الشهير في الذكاء الاصطناعي رايت سونيك. الموقع رايت سونيك موقع قوي جدا 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 في ادوات كتير هنعرفها. فدوت اول حاجه هنتكلم فيها كبديل لشات جي بي تي من موقع اوبن اي اي. تمام، طيب احنا هندخل على الموقع زي ما انتم شايفين كده، واعمل ساين ان. انا بتعمل ساين اب سهل جدا زي اي موقع عادي. تمام، وبتسجل دخول عادي، في خطه مجانيه وفي جزء يعني مدفوع، انت تقدر تستخدم الجزء المجاني. تمام كده، احنا هندخل على موقع رايت سونيك. رايت سونيك الموقع الجميله جدا، تمام جدا، يعني بيقول لك اهو تقدر تدخل عن طريق الابل. تمام، او تدخل عن طريق يعني الجيميل بتاعك، فانا هدخل عن طريق الجيميل الخاص بيا. دخلنا على الموقع رايت سونيك. تمام، فاحنا زي ما انتم شايفين كده الموقع هيفتح بالطريقه دي وبالشكل دوت. احنا عندنا رايت سونيك بيديك ادوات كتير، منها الاداه الجميله الجديده اللي هي اللايك جي بي تي، شات جي بي تي. بيقول لك اهو شات سونيك، شات سونيك وهي جايه من اسم الموقع. تمام، لايك مثل شات جي بي تي. طيب لو دوسنا على الشات سونيك، تمام، نشوف بقى بيعمل لنا ايه. فندوس كده على شات سونيك بالطريقه ديت. طيب هو بكل بساطه بيديك نفس الفكره، ان انت بتخاطب الروبوت الخاص بالشات سونيك. تمام، وتطلب منه حاجات كتير. الحلو بقى في الموقع رايت سونيك واداه شات سونيك اللي هي البديله القويه لشات جي بي تي، عندك ان هو بينوع لك انواع الروبوتات. يعني عندك ممكن تختار المود اللي انت هتتكلم فيه مع الروبوت. يعني مثلا في الروبوت لو انت هتتكلم مثلا عن ترجمه انجلش مثلا، يعني انت عاوز تترجم انجليزي، فانجلش ترانسليتور دوت تختاره وتبتدي تتكلم معاه، هيبتدي يترجم لك الكلمات. طيب لو انت عاوز تحل مساله رياضيه او مسائل رياضيه، عندك المدرس بتاع الرياضه اهو، روبوت. تمام، بيمثل ان هو معلم للرياضه، يحل لك اي مساله واقفه قدامك ويشرحها لك، فهنا ماس تيتشر. تمام، عندك لو انت عندك اي اسئله بخصوص اسئله الانترفيو، ما عندك انترفيور هنا بيقول لك على كل حاجه ممكن تقف قدامك في مقابلات العمل وغيرها. طيب انت عندك مثلا هنا ترافل جايد، لو انت عندك اي استفسار بخصوص مرشد السفر والكلام ده كله في يعني المواقع الجغرافيه او غيرها. تمام، دوت ترافل جايد جيد في الموضوع دوت، بتختاره علشان يبتدي تحدد معاه النوعيه اللي انت هتساله فيها.
تمام. عندك بعد كده الستاند اب كوميديان، كوميديان دوت للناس اللي بتدور على المحتوى الكوميدي، تمام. فدوت بيشتغل لك على الجزئيه ديت، يعني في كتير، في حاجات كتير بقى، في الموتيفيشنال كوتش، عندك ريليشن شيب كوتش، عندك البوت اللي هي الشعر والغنى، تمام، يكتب لك شعر، قصيده، قصائد شعريه، عندك فيلسوفر، عندك استرولجر، عندك كذا حاجه، عندك هنا الدكتور، عندك بيرسونال ترينر، عندك دينتست، دكتور سنان يرد عليك على اي مشاكل في الاسنان، عندك دكتور عام هنا بتختاره وتبتدي تتكلم معاه، عندك او اكاونتنت، محاسب، تقدر تتكلم معاه في اي حاجه تخص المحاسبه، تمام، وتبتدي تستارت شات معاه وتتكلم وتطلب اللي انت عاوزه. طب انا هجرب عموما حاجه عاميه كده، تمام. فانا مثلا هختار الشات اول كده، عام كده اللي هو العام، وهكتب مثلا، هكتب جيف مي، اقول له مثلا جيف مي بلوج ارتكل اباوت، مثلا اباوت، هقول مثلا شات جي بي تي مثلا، هنقول ايه، نقول مثلا نتكلم عن مثلا شات جي بي تي، شات جي بي تي مثلا، نجرب كده شوف هيقول لنا ايه، تمام. هندوس على ارسال بالطريقه ديت ويبتدي هو يرد عليا بكل بساطه، فانا هدوس كده، تمام، انا قلت له اهو، هو هيرد عليا، بص بيرد عليا اهو، بيتكلمني بقى، بيقول كلام كتير عن الشات جي بي تي، تمام، يعني بتفاصيل طبعا، تمام. انت عاوز مثلا، عاوز اكتر، عاوز كلام اكتر، فانت بترد عليه بتقول له مثلا مور، عاوز مور مثلا، عاوز اكتر عن الموضوع، تمام. فانا كتبت مور، هو بي اهو، اوكي، بيجيب لي بقى تفاصيل، يعني جايب لي تفاصيل حلوه قوي قوي قوي. الموقع ده جميل قوي قوي وهيفيدك في حاجات كتير جدا، تمام. لو احنا اخترنا، احنا زي ما اتفقنا ان في حاجات كتير ممكن تتكلم فيها مع الروبوت، مع يعني الروبوت المخصص كمان للمواضيع اللي انت حاببها يعني، تمام. وده كان اول موقع كبديل لشات جي بي تي، لموقع اوبن اي اي، تمام. عندك دوت طبعا زي ما احنا اتفقنا من المواقع الجميله جدا جدا في الذكاء الاصطناعي. الموقع التاني بكل بساطه هو موقع هايبر رايت. موقع هايبر رايت موقع محترم جدا جدا جدا، وعلى فكره دوت يعني لسه ما انتشرش قوي ومش كل الناس عارفاه. موقع هايبر رايت يعني جميل جميل جميل، بيقدم نفس برضو الفكره بتاعه شات سونيت، يعني بيقول لك هو رايت فاستر، يعني اكتب بسرعه، ساوند سمارتر، عندك هايبر رايت هيلبس يو رايت ويز كونفيدنس اند جيت يور ورك دان فاستر فروم ايديا تو فاينل درافت، تمام. طيب انا دلوقتي اوكي هدخل ادوس على جيت ستارتد، انا هجرب بايميل مهمل علشان نشوف الحاجه ديت، تمام، لان هو عامل يعني جزء معين بليمت معين للمجاني. انا هختار ايميل مهمل، اختار مثلا الايميل، مثلا هختار مثلا الايميل دوت مثلا كده، واروح على الموقع، اعمل ساين اب مثلا، اعمل كده وبسته، هكتب باسورد، تمام جدا، وهدوس على الاتفاقيه كده وادوس على ساين اب، بروح بعد كده لمهمل علشان اعمل فيريفاي للايميل. بكل بساطه انا بدوس على هنا على ريفرش علشان يجيب لي رساله الفيريفاي، اهي جاب لي رساله. الموقع ده جميل جميل وهوريكم ليه هو جميل، تمام جدا، بيفتح رساله اهو، تمام. هدوس على فيريفاي ماي اكونت من هنا الطريقه ديت، تمام جدا، انا كده دخلت على الموقع بكل بساطه، الموقع فتح معايا، بيقول لك ايام يعني currently writing for work school personal، يعني شخصي ولا المدرسه ولا العمل. مثلا اختار العمل، اختار العمل وهدوس على نيكست كده، وهدوس مثلا، انت بيقول لك مثلا ماي جوب فانكشن is communication support marketing HR كذا other، مش الكلام ده كله، ممكن تعمل escape survey، تمام. هو بياخد يعني بيانات عن اللي انت بتهتم بيه علشان يقدر يساعدك اكتر وافضل، تمام. عندك بقى بيقول لك ايه بقى، طبعا انت عندك الخطه المجانيه، وبيدي لك عندك الموقع بالطريقه ديت، هو بيدي لك في الخطه المجانيه طبعا في الفري بلان اهو، تمام، بيجيب لك 15 جنريشن في الشهر، وري رايت 15 مره، وتايب هيدز 100 في اليوم. طيب احنا هنجرب، هو بيقول لك الطريقه دي هايبر رايت. عندك الهايبر شات، هايبر شات دوت هو يعني البديل لشات شات جي بي تي، حاجه جميله جدا على فكره. الاداه اللي موجوده في الهايبر رايت، هايبر رايت دي حاجه محترمه جدا جدا جدا. طيب انا دلوقتي الجميل بقى في الموقع ده، لاني انا جربته، الموقع دوت ممكن تكتب فيه مقال بالعربي، تخيل انت ممكن تكتب فيه مقال بالعربي، ازاي؟ هقول لك ازاي، تمام. انا دلوقتي هروح لجوجل وهروح على ترانسليت، هروح على ترانسليت بالطريقه ديت كده، هروح على ترانسليت كده وادوس على ترانسليت وابتدي اترجم الحاجه اللي انا عاوز اكلمه فيها مثلا.
مثلا انا هقول لكم الطريقه اللي انتوا تتعاملوا بيها يعني معاه. مثلا انا عاوز مثلا هقول فاروح للترجمه وهبتدي اكتب بالطريقه دي وابتدي اشوف اترجم بقى، اقول له انا عاوز مثلا، او اكتب لي مقال عن مثلا الذكاء الاصطناعي تمام 2023 كده تمام باللغه العربيه. بص بحدد له تمام، بص الجمال بقى، يا لهوي على الجمال كده، بص الجمال. هاخد كوبي وهروح على الموقع هايبر رايت، وبكل بساطه هنزل عند المكان اللي فيه الكتابه اللي بخاطب فيها الروبوت تمام، وبكتب بعمل لاصق للترجمه الخاصه، بقول له رايت مي ان ارتكل اون ارتفيشال انتليجنس ان 23 ان عربي. ماشي مفيش مشكله تمام اوكي. بص بقى، بص بيكتب لي بالعربي يعني، بص الجمال، بص بيكتب لي مقال بالعربي، جميل جميل يعني الموقع ده جميل يعني الموقع. انا يعني ما قابلتش كتير بيكتب بالعربي، مثلا شات جي بي تي بيكتب حاجات بالعربي مفيش مشكله. هنا بيقول لك بص واقف هنا مثلا، فانا بعمل ايه؟ مور، اديني اكتر، اديني اكتر شغل، اديني كلام اكتر في المقال. تمام جدا، بص بيديني اكتر يعني اقدر اكتب اكتر. طبعا انت عندك ليميت معين، فانت تقدر تكريت اكتر من ايميل عن طريق موبايل وغيره، وتقدر تشتغل على الموقع الجميل دوت، موقع جميل فعلا يعني. انت بتستخدم الهايبر شات، الهايبر شات بيقول لك مثلا، هقول لك هترجم مثلا الصفحه عشان تشوفوها، بيقول لك مرونه في الكتابه يعني، بيقول لك كلام عن توليد مقدمه مقال، عندك ملخص بيلخص لك، عندك اعاده كتابه المحتوى تمام، المزيد من الخيارات مثلا مثلا كده، خلاص الاوصاف التعريفيه المدونه، حشو المحتوى الفيسبوك مثلا، انا ارجع تاني للترجمه مثلا كده ان انجلش افضل، فيسبوك بوست، عندك جنريت ايدا كوبي، عندك جنريت بلوج انترو، عندك كذا حاجه. بص حاجات كتير جدا، بص حاجات كتير قوي قوي يعني، عندك الايميل بروف ريدر، عندك ايميل ريسبونس، عندك الايميل سمرايزر، في كذا حاجه تمام. انا شايف الاوتلاين تو بلوج، بص حاجات كتير يعني. انا عشان ما اطولش عليكم تمام، انت تقدر تكتشف كل دوت في الموقع الجميل دوت، موقع هايبر رايت. هايبر رايت انا معجب بيه فعلا، لان هو بيديني شغل عربي بقى، انا كمحتوى عربي انا عاوز يكتب لي حاجه بالعربي، فدي حاجه. طيب عندك بقى الموقع ده او الاداه ديت الكومبوز اي اي، وانا منزل الاداه بتاعتها، الاداه بتاعتها هنا، وديت بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك رايت فاستر ويز اور سيف تايم، يعني انا بكتب ردود الايميلات، يعني هو بيرد لي على الايميلات، بيجيب لي ردود سريعا بدل ما اقعد لسه افكر ازاي ارد بالرفض او بالايجاب او ايا كان على ايميل معين. انا مثلا عندي ايميل مثلا موقع ديسكريبت دوت مثلا، كان بعت لي ايميل مثلا، ايميل وده هشرحه لكم الموقع ده تمام اوكي. فانا هو جايب لك، بص ازاي بقى، جايب لك حاجه لذيذه. طيب ده ايميل مبعوت لي مثلا من موقع مثلا بعت لي الدعوه تمام، او الفيريفيكيشن مثلا، او يعني ايا كان. فانا الموقع دوت جايب لك بقى الاداه ديت، الاداه اللي هي كومبوز اي اي. الكومبوز اي اي بيبص بيجيب لك ايه؟ سي ثانكس، عاوز تقول شكرا، ولا عاوز سي نو، لا ولا عاوز تقول نعم. طبعا مثلا انا عاوز اقول نو، سي نو او سي ثانكس، اقول ثانكس اهو. بص الاداه هي اللي هتكتب لي، هتديني اقتراح لكتابه رد كويس. بص بقى، بص هيكتب، هو كتب، هو بص كتب لي ايه؟ ثانكس سو ماتش فور ذا انفيتيشن تو جوين ذا ان كذا درايف تيم اون ديسكريبت، اي ام اكسايتد تو جيت ستارتد اند كونتريبيوت تمام to the team's success. فانا كده هو بص جاب لي الرد، انا مجرد ادوس ارسال يعني بضغطه زر هو رد لي على الايميل. اي ايميل هتخش عليه جيب الكومبوز وتختار بس اللي انت الاتجاه اللي انت عاوز ترد بيه عليه في الميل، هو هيجيب لك صيغه كويسه، وفي في اوقات بيجيب لك كذا كذا صيغه وتختار ما بين تمام. ده هيوفر عليك كتير جدا، ودوت اختصار جميل جدا، الاداه دي جميله قوي قوي تمام. عندك بعد كده الموقع الثاني معانا او الرابع معانا تمام، موقع توم، توم اب او تطبيق التوم تمام. طيب انا عاوز اشترك في الموقع دوت، انا هدوس انا مشترك، فانت ممكن تعمل تسجل عادي بكل بساطه. الموقع ده جميل جدا جدا تمام، انا هسجل بجوجل، هسجل دخول بجوجل عادي بايميل جيميل بتاعي. الموقع توم دوت جميل قوي، بيعمل ايه بقى؟ الموقع دوت بيعمل لك برزنتيشن، يعني انت بتكتب العنوان بتاع البرزنتيشن ويبتدي يكتب لك يعني برزنتيشن بالصور كمان بطريقه جميله جدا جدا. عندك هنا اهو الموقع فتح، انا دخلت كده خلاص، بدوس على كرييت مثلا، هو بيجيب لك هنا تمبلت، انا هدوس مثلا على كرييت كده بكل بساطه، بكتب هنا الكلام العنوان اللي انا عاوز اتكلم فيه مثلا. لو هنتكلم مثلا عن عاوز مثلا اترجم، نترجم علشان نجيب بقى الكلام اللي احنا عاوزينه بالظبط. يا سيدي هنتكلم عن الذكاء الاصطناعي تمام، الذكاء الاصطناعي اهو، كرييت تاني اهو، وهنكتب مثلا هنا كلمه الذكاء الاصطناعي وادوس على انتر. هو بيكتب دلوقتي، بص جنريتنج 3 بيج اهو 4، في بيعمل كذا صفحه، طبعا بيكتب الكلام بتاع البرزنتيشن وجنبه الصوره لكل كلمه، لكل كلام، كل جزئيه في البرزنتيشن. تلاقي صور جميله، جايب لك برزنتيشن قوي وجميل تمام. هنا بص 7
8 صفحات للبرزنتيشن، فاهم؟ بص 9 هنا، عمل لك لا عمل 8، عمل 8. بص بقى، بص البرزنتيشن كلام وجنبه يعني، دي اول واحده عندك، ديت كمان تانية هنا، فاهم؟ اهو كلام عندك، بعد كده ثالثه سلايد، تمام. بص جايب لك كلام كتير عن الذكاء الاصطناعي في برزنتيشن محترمه في اقل من 30 ثانيه. بص الجمال، طبعا انت تقدر تتحكم وتشيل مثلا الصوره ديت، مثلا عاوز تشيلها، تمام، عاوز تكبرها، عاوز تعمل اي حاجه مثلا، اهو تمام، تقدر بتشيل براحتك، بتشتغل على الصوره زي ما انت عاوز يعني. انا بس عاوز اوريك القصه مش اكتر، تمام، لكن انت تتعامل براحتك بقى، تمام. عاوز تزود، تنقص، تشيل كلام، تحط كلام، اهو هو كاتب لك، وانت عاوز بقى تدي يعني اللمسه بتاعتك قبل ما تشتغل على البرزنتيشن. جميل جدا الموقع ده، يعني استفاد منه. ممكن عاوز تقدم برزنتيشن عربي، فممكن تاخد البرزنتيشن ديت وتبتدي تترجمه مع الصور. الصور جميله، بيديك صور جميله طريق الذكاء الاصطناعي. بص جميله جدا، احنا بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي يعني البرزنتيشن دي اهو، بص عن الذكاء الاصطناعي جايب لك حاجات، كلام كتير عن الذكاء الاصطناعي. طيب دوت كده احنا وصلنا لاخر الفيديو، ولكن احنا النهارده شرحنا 4 مواقع، في مواقع تانية هنشرحها بالتوالي للذكاء الاصطناعي، علشان لقيت ان اغلب الناس، في ناس كتير عاوزه تخش على الشات جي بي تي الاوبن اي اي ومش عارفه والكلام ده كله، علشان هي محظوره على بلدان معينه ومنها البلدان العربيه، فدوت لا متاح لكل البلدان، فتقدر تشترك في المواقع ديت، مواقع جميله جدا، تقدم نفس الكلام، تقدم نفس الافكار، فلا انت تقدر تستخدم الكلام دوت. موقع مثلا، موقع شات سونيك اللي هو تبع رايت سونيك دوت، بيقدم، بص بيقول لك انكلود ليتست جوجل داتا، يعني بيجيب لك باحدث تفاصيل واحدث داتا في محرك جوجل، محرك بحث جوجل، احسن من شات جي بي تي كمان، لان شات جي بي تي ممكن تقريبا التحديث بتاعه لغايه واحد سنه 21 تقريبا، تمام. فانت هنا هيكون افضل ليك، وده كان شرح النهارده، ويا رب تكون استفدته. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، لسه في كتير ما قدمناهوش، ودوس لايك علشان يوصل لكل الناس. شكرا ليكم، مع السلامه.